اهلا وسهلا بكم احبائي في حلقه من حلقاتنا الختاميه في سلسله دراستنا تاملات مركزه في انجيل يوحنا والمسيح في انجيل يوحنا وصلنا لاصحاح 13 وبنشوف فيها مشهد بعد ما الرب نزل وغسل ارجل التلاميذ كان بيشجعهم وبيهيب ان هم يمتثلوا له ويتبعوا خطواته ازاي زي ما هو عمل معاهم هم يعملوا مع بعض يكونوا جاهزين لخدمة الآخرين. هنا في أصحاح 13 شفنا أروع وأعظم نموذج للاتضاع الإلهي في المسيح يسوع ربنا. وأكيد إن الرب غسل أرجل تلاميذه مش هنا بسبب عشان إنه يعني ينظف رجليهم من شوية تراب وكده، لكن الموضوع أعمق من كده عشان يخليهم يعلمهم إزاي يكونوا لطفاء مع بعض، إزاي يكون عندهم اتضاع بعضهم نحو بعض. كان بيحط حجر اساس لارساليته على الارض آه بعد ذهابه للاب كان كان عليهم ان هم يقولوا للعالم ويخدموا الله ويخدموا بعض ويخدموا كل اللي هيوصلوا ليهم برساله الخلاص يكون عندهم نفس الاتيتيود نفس الاتجاه بتاع سيدهم اللي ضرب ليهم نموذج عظيم في الاتضاع الالهي الموقف ده اكيد خلى التلاميذ كلهم في دهشه عظيمه ومش قادرين يقولوا حاجه من من كتر الزهور مش قادرين ينطقوا ايه ده ايه اللي بيعمله ده الرب لكن بنشوف بطرس اتكلم وكانه بيقول بالنيابه عن الجميع مش ممكن يا رب يعني ما, ما بيصير ما ما يصحش يا رب اللي, اللي بتعمله ده رد المسيح عليه بكلمات مهمه جدا توضح لنا الفكره الاساسيه في غايه الاهميه ان ان لم يسمح الانسان للمسيح حمل الله Uh, الذي يرفع خطية العالم عنه لم يسمح إن لم يسمح له إنه إنه يرفع عنه خطيته uh, فبالتالي ما فيش له نصيب معه في التطهير من الخطية لازم ندي المجال you have to give him access. ندي له نديله المجال uh, إنه يطهرنا ويغسلنا في الآيات التالية بيوضح المسيح uh, فكرة إنه هو المثل الأعلى لنا uh, والقدوة الصالحة في كل شيء. والفكره دي اتكررت في اماكن اخرى كتير في الكتاب على فكره زي مثلا في بطرس اولى اثنين لما قال الرسول بطرس تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته وقال الرسول بولس في كورنثس الاولى 11 تمثلوا بي كما انا ايضا بالمسيح يعني هو النموذج هو الرول موديل بتاعنا اللي كلنا نتمثل بيه لاحظتوا معايا احبائي عباره ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه لاحظوا طوباكم يعني بختكم في آية 17 الفرح دايما مرتبط الطوبة مرتبط, مرتبطة بالطاعة وده بيفكرنا بآيات وردت في سفر أرمية فاكرين في أرمية 15 وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي الطاعة دايما بتجيب فرح للقلب مفهوم الطاعة مرتبط بقبول المسيح وإرساليته العظمى لفداء البشر وزي ما قال المسيح هنا في آية 20 آه عن اللي آه بيقبل إرساليته بيقبل اللي أرسله اللي هو طبعا الآب السماوي والخلاصة هنا إنه إنه ما حدش يقدر يقول آه إنه بيتبع ربنا من غير ما يسلم له حياته بالكامل سلم حياته بالكامل المسيح ويقبل عمله الكفاري على على الصليب لأجله ومش بس يؤمن لكن كمان يعيش زي المسيح ويحاول يتمثل به في كل شيء في كل جانب من جوانب حياته ولا سيما في اتضاعه في الحتة دي ده الدرس المحوري الدرس الأساسي اللي الرب عايز يعلم تلاميذه هنا فيه وبيعلمنا احنا جيل بعد جيل اتضاع تضحية عطاء بذل تقديم بعض في الكرامة تضحية من أجل الآخرين والاستعداد ان احنا نغسل أرجلهم زي ما قلت مش بطريقة مش بالضرورة بشكل عملي لكن يكون عندنا روح الاتضاع ان احنا ننزل عند بعض ونرفع بعض عند رجلين بعض نرفع بعض زي ما عمل هو ليه كل المجد، ضرب لنا المثال الاعظم. ربنا يساعدنا بقوه روحه القدوس، الحاجات دي مش هنقدر نعملها بقوتنا الذاتيه، محتاجين نعتمد على الروح القدس انه يغير فينا ويشكل فينا ويدينا امكانيات المسيح ويطبع فينا صورته وصفاته وفعلا يخلينا نعيش المسيح الحي بتوجهاتنا، بكلامنا، وتصرفاتنا ونتشبه بسيدنا ورعينا وحبيبنا. المجيد ربنا يسوع المسيح ده كل المجد الى الابد اشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه